السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. هنشرح مع بعض النهاردة 3 حروف جر، أون وإن وآت، إزاي بيجي وراهم الوقت وإزاي بيجي وراهم المكان، وده هيبقى أول جزء من سلسلة حروف الجر اللي هنعملها مع بعض بإذن الله. مش عايزة أفكركم باللايك والشير والسبسكرايب، يلا نبدأ. طيب قبل ما نبدأ نشرح استخدام كل حرف من الثلاث حروف اللي عندنا، هنقول كده الأغنية الشهيرة بتاعتنا اللي هي on in at، أيام شهور ساعات. on بيجي قبل، بتيجي قبل الأيام، وin بتيجي قبل الشهور، وat بتيجي قبل الساعات. فنرجع نقول تاني on in at، أيام شهور ساعات. اول حاجة هنتكلم عنها الثلاث حروف الجر مع المكان، بيجي وراهم المكان ازاي. ان هتيجي مع المكان الكبير او المكان الاوسع، يعني مثلا اقول ان ايجيبت، ان كايرو، ان اسوان، فان هتيجي مع المكان الكبير، محددتش مكان قوي، يعني ان ايجيبت في مصر، انا محددتش كده مكان. طيب لو عايزة اصغر بالمكان شوية او احدد مكان اصغر شوية، هستخدم حرف الجر on. on مثلا the farm، on تحرير street، on Ramses street، ف on هتيجي مع الاماكن الاصغر شوية من حرف الجر in. طيب لو عايزة مكان محدد جدا، احدد المكان جدا، هستخدم حرف الجر at. at home في البيت، at school في المدرسة، at مثلا to تحرير street، فانا هنا حددت الرقم العمارة او حددت الرقم البيت. طيب لو عايز اشيل رقم العمارة او رقم البيت، الشارع بس، فهقول حرف الجر on، on تحرير street. طب لو حدد رقم العمارة، استخدم at to تحرير street، فat بتيجي مع الاماكن المحددة جدا، on بتيجي مع الاماكن الصغيرة، وان بتيجي مع الاماكن الكبيرة زي المدن والقارات والدول. نيجي بقى للاستخدام التاني لنفس 3 الحروف الجر، نستخدمهم مع الوقت. طيب هيجي وراهم الوقت ازاي؟ عندنا ان هيجي وراها الوقت الاكبر او الاعم الاشمل، يعني مثلا هيجي وراها السنين، ان 1999، ان 1999 يبقى ان بيجي وراها السنين. او يجي وراها الشهور، اقول ان ابريل، ان ابريل، او اقول ان وينتر في الشتاء. فإن هيجي وراها السنين، وهيجي وراها الشهور، وهيجي وراها فصول السنة، أو هيجي وراها الوقت الأكبر. طيب لو عايزة أصغر الوقت شوية أو أحدد الوقت شوية، هستخدم حرف الجر on. on هيجي وراه الأيام، مثلا هقول on Friday، on Tuesday، on Saturday، فهقول حرف الجر on، هستخدم حرف الجر on قبل الأيام. طيب لو عايزة احدد يوم برضو بس بالرقم، ووراه الشهر ووراه السنة، واليوم محدد عندي، رقم اليوم محدد عندي، 2 April in 1999، فاستخدم برضو حرف الجر on. ليه؟ علشان انا حددت الرقم بتاع اليوم نفسه، حددت الرقم بتاع اليوم نفسه، فاستخدمت حرف الجر on. طيب برضو on، حرف الجر on بيجي مع كلمة holiday، اجازة، on holiday. عايز احدد الوقت جدا، هستخدم حرف الجر at. at بيجي وراه الساعات، مثلا at 1 o'clock، at 1 o'clock يعني الساعة 1، او at 4 a.m. او p.m. او at night. at night برضو كلمة night الليل بيجي مع حرف الجر at. وقبل ما ننهي الفيديو بتاعنا، فكركم تاني بالأغنية بتاعتنا اللي هي on in at، أيام شهور ساعات. on in at، أيام شهور ساعات، عشان ما ننساش on قبل الأيام، وin قبل الشهور، وat قبل الساعات. انتهى الفيديو بتاعنا، ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.